السلام عليكم، اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. هسوي عدس بالشمندر ان شاء الله يعجبكم. انا هذه ربع مره اسوي حق عيالي وعجبهم. عندي هنا كوبين عدس غسلته ونقعته، وعندي حبه شمندر متوسطه قشرتها وغسلتها وبشرتها، وعندي حبتين طماط فريش. اللي ما عنده طماط فريش يقدر يستخدم العلب. وعندي هنا ملعقه كبيره كمون، وملعقه صغيره فلفل اسود، وملعقه صغيره كركم. وهنا عندي الزيت، ونزلت فيه البصل، حبتين بصل قطعتهم بس ينحمص البصل. الحين تحمر عندي البصل، هنزل الطماط منه. هخلي شوية بس يذوب الطماط، عندي دقيقتين ثلاثة. شوفوا ضرب عندي الطماط، خليت من دقيقتين ثلاث دقايق. ننزل عندي بهارات منه، الملح آخر شيء بدنا نحطه، وننزل الشمندر منه. وهنزل عليه ماي حار. بسم الله الرحمن الرحيم. نخليه 10 دقايق بالضبط يطبخ، وبعدين اوريكم الخطوه اللي بعدها. شوفوا طبخ معي، المفروض اخليه 10 دقايق بس عشان رحت اصلي، يعني له يمكن حول الحين 20 دقيقه. هنزل العدس. بسم الله. وهزيد عليه ماي، اخليه يطبخ. لما ينشف الماي العدس، بعدين هنقصر عليه النار، اخليه يطبخ على روحته، بعدين اوريكم الخطوه الاخيره. بسم الله. خلاص كده هخليه. شوفوا الحين كيف استوى معي، صار كده. بس باقي فيه شوية مية، أنا زدته طبعا شوية مية برضو. هنا ملحه، وهقصر عليه النار، وإذا تشرب المي خالص استوى هوريكم بعد الخطوة الأخيرة. بسم الله. شوفوا هذا شكله. خلاص عندي العدس. الحين حط الزيت وهنزل بثوم. بسم الله. هحمر الثوم، بعدين هنزل عليه الكزبرة. عندي كزبرة هنا خضرة قطعتها، غسلتها وقطعتها. خليني بس احمر الثوم واوريكم اياه. شوفوا تحمر عندي الثوم، هننزل بالكزبرة الخضراء. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده هنزل العدس. بسم الله. هنزل على العدس واخليه دقيقتين، بعدين اطفي عليه النار. خلاص عندي تقديم واوريكم اياه. لو تشمون الريحة. هذا الشكل النهائي للعدس بالشمندر، وزينته من فوق بزيت الزيتون.